برحب بحضراتكم. الفنون بشكل عام هي موروث إنساني بدأ مع الإنسان. في فنون بدأت حتى ما قبل كتابة التاريخ زي فن الرسم والنحت، وشفنا في حضارات كتير زي الحضارة الأشورية والبابلية والمصرية القديمة كثير من الرسومات التي وصلت إلينا كان بيعبر فيها الإنسان عن حياته اليومية وعن تجاربه في الحياة، وصولا إلى عصر بقينا نعبر فيه أيضا عن مداخل الإنسان. كلنا كبشر بنحب الرسم، بنبتدي نرسم من واحنا عيال صغيرين، إن شاء الله نشخبط على الحيطة، نشخبط في الكراسة وبنبتدي نرسم، كل واحد بيعبر عن اللي جواه، لدرجة إن أحيانا في الطب النفسي الطبيب النفسي بيستطيع أن يقرأ ما بداخلك من خلال الرسم اللي أنت بترسمه أو الشخبطة اللي أنت بتعملها أو اللي بيعملها الطفل على الحيطة أو في كراسته. إذن الفن شيء قديم جدا، موروث إنساني جاء قبل كثير من الفنون. لكن دايما بيصير إعجابنا إن يكون الفنان أو الشاعر أو الأديب مش شغلته الأساسية إن هو يكون شاعر أو رسام أو فنان تشكيلي أو كده، بيكون عنده كارير مختلف تاني خالص، زي ضيفتنا النهاردة الفنانة التشكيلية الشابة مادونا كميل غالي. أهلا وسهلا بيكي مادونا، شرفتينا. اهلا بحضرتك، ميرسي قوي. ايه اللي جاب التجاره جنب القلعه، او اللي جاب القلعه جنب البحر؟ انت درستي التجاره ومتخصصه وبتعملي ماجستير ودكتوراه في دي التجاره، حقيقة. لكن الفن واخد جزء كبير من حياتك، ايه سبب ده؟ الحقيقة في لينك يعني بينهم. انا دايما بشوف انه الفن مش بعيد ابدا، وخصوصا في مجال مش ادارة الاعمال بس، في مجال الماركتنج. حسيت انه في لينك بين الاثنين، والاثنين حلوين قوي. ان انا ازاي يعني دي حاجه جافه جدا، ارقام وحسابات وماركتنج، ودي فن وقلم وريشه في فرع جديد من الماركتنج بيتكلم عن البيرسونال براندنج، او انه انا ازاي اماركت ماي سيلف، او ان انا تسوقي نفسك بالظبط، اتكلم عن نفسي. فحسيت ان انا لما يعني اشتغل تيتشنج في المجال ده جنب الرسم بتاعي هيبقى حاجة ملهمة كمان للشباب ان هم ممكن يعملوا حاجة زي كده. فرق معاكي يعني؟ فرق معايا جدا قوي يعني. طيب هنروح للبدايات. دايما كلنا جوانا حاجة، جوانا فنان، بس الفنان ده بيختلف، واحد بيطلع يغني واحد بيطلع يرسم. امتى بدأت معاكي موهبة الرسم؟ الحقيقة بدأت موهبة الرسم من أنا وصغنونة خالص، وفعلا لسه والدي ووالدتي محتفظين بالرسومات الصغيرة بتاعتي. وبعد كده بدأت بقى شوية من 2014 أهتم أكتر بالرسم، وبدأت أرسم رصاص. بدأتي بالقلم الرصاص؟ بدأت بالقلم الرصاص، أبتدي أشخبط، أرسم بورتريه، أتعلم النسب أرسمها حلو. بدأت أتعلم يعني أخد كادرات وأرسمها. طب معلش سؤال على الماشي، فهمتي اللوحات بتاعتك لما كبرتي؟ فهمتي وانت صغيره كان قصدك ايه باللوحات اللي انت رسمتيها؟ الحقيقه ما فيش رسمه ولو بسيطه في ورقه صغنونه ملهاش يعني عندي ذاكره ليها كبيره قوي، او حتى الخطوط البسيطه. في نوع من الرسم برضو الكانسون الاسود، بتبقى خطوط بسيطه بالقلم الابيض بس بتظهر رسمه بسيطه. فانا صحيح. من زمان حتى كل ما اقلب في الرسومات بتاعتي فاكراها كلها ليها مدلول عندي. طيب. يعني تطور العمليه الفنيه عندك يعني استمر ازاي؟ يعني انتقلت ازاي بقى من مرحله حد بيشخبط لحد بيرسم لحد ابتدى يعمل لوحات مهمه وليها فهم وفيها عمق؟ بدات رصاص، وبعد كده حبيت بقى اكتشف الماتيريالز والالوان. فبعد الرصاص مشيت شويه فحم، وبعد كده بدات ارسم الوان ميه، وبعد كده بدات كمان بخامه. ده كان في سنه كام بقى؟ بدات هو في سن كام يعني؟ في سن 20 سنه وانا في الجامعه. ساعدتني الحقيقه، وكنت بدخل اكتيفيتيز كتيره وبرسم انشطه. الجامعه فرقت معاكي ازاي في مسيرتك الفنيه؟ ساعدتني قوي، كنت بلاقي وقت بحاول يعني امانج الوقت بتاعي، وانه ارسم مع الدراسه اكتر سنين تقريبا ساعدتني في حياتي. سنين ان انا الجامعه كان فيها نشاط، وكنا بننزل نرسم سوا، و
كان الكوميونتي كله مشجع قوي، المجتمع المجتمع الجامعي يعني. مشجع تمام. قوي ان احنا نرسم كلنا سوا، ويبقى فيه بقى منافسة لا، بينا. وجامعة عين شمس بالتحديد من الجامعات اللي بتهتم جدا بالمواهب دي اللي موجودة حقيقة، فيها في كل الأنشطة يعني. دي حقيقة يعني ساعدتنا كتير، والأسر الموجودة هناك كان وقت لطيف طب قوي. رسمتي حاجة للجامعة يعني وانتي موجودة؟ رسمتي أي حاجة على جداريات الجامعة أو لوحات للجامعة؟ هو الحقيقة ما لحقتش ان انا اعمل كده، بس يعني كان عندنا الدكاترة بيساعدونا قوي ان احنا نعمل ده، حتى لو كنا بنرسم رسومات على ورق وكنا بنعرضها في معارض، فكانت بتساعدنا قوي غير والدي ووالدتي يعني. طيب الدعم ده بقى جه من مين يعني؟ يعني الدعم الفني بقى اللي بيصلح لي اخطائي ويوجهني توجيه صح، التوجيهات دي جت منين؟ وهل مثلا حضرتي معارض وفعاليات ساعدتك انك تفهمي اخطائك وتحسني من مستواكي؟ الحقيقة الدعم ده جه من اكتر ناس انا يعني بعتز بيهم جدا. عندنا في اسقفية الشباب بيبقى في كورسات كتير قوي، وبيبقى في مؤتمرات بتطلع، بيبقى اسمها مؤتمرات فنون وابداع، بنطلع ونرسم ونتعلم موسيقى، فكنت بتعلم على يد اساتذة حلوين قوي. ايه الاماكن اللي رحتيها في الطلعات دي؟ اسكندرية العجمي كنا دايما بنرسم هناك شتاء وصيف، ف ده من التجارب دي عكست عندك ايه؟ عرفت ناس جديدة، حسستني انه لا جوايا حاجات كتير قوي، كنز، انه لا انا بشوف ناس كتير قوي حواليا وفنانين كلهم، مش رسم بس، نحت وكل حاجة وموسيقى، فكنت بحس دايما انه لا في كتير قوي في جوايا، جديد. في جديد وفي كتير قوي جوايا لسه هيطلع، لسه في كتير قوي وزنة كبيرة جدا لسه جوايا هتطلع. طيب ايه اكتر لو حد تعتز بيها يعني في مسيرتك الفنية الشابة الجميلة دي؟ اكيد في لوحات انت بتعتز بيها اكتر، ايه اللوحات دي؟ في لوحة كانت أول معرض مشترك ليا في ملتقى الشباب، كان في جريدة الأهرام، اسمها Loss of Passion أو فقدان الشغف. دي كانت لوحة جميلة قوي، كان كل خط فيها بالنسبة لي بيعبر عن قصة. بالنسبة لك انت يعني التقليدية في الشغل اهم ولا التخيل الايماجينيشن، ان انا اتخيل حاجة مش موجودة او حاجة مكان ما زرتوش وممكن ارسمه؟ لا طبعا الكرياتيفيتي او الابداع في ان انا اخرج رسمة او ان انا ارسم على ماتيريال جديدة حتى بتبقى حلوة قوي، لانه احنا بنسافر بخيالنا لاماكن كتير قوي، ممكن ما يبقاش شفنا صورة او شفنا رسمة، بس لا بنرسمها من خلال تخيلاتنا وافكارنا. احنا بنعرض لك مجموعة من الصور بتاعتك، ويعني شايف معظمها بالقلم الرصاص ومعظمها بورتريهات. يعني يعني تأثير البورتريه عندك ايه، ورسم الوشوش بالذات ايه اهميته عندك؟ الحقيقة البورتريهات يعني مهمة جدا، خصوصا الجزء بتاع العين بيبقى معبر قوي عن، ممكن يعني لما كنت برسم رسمة وحد يشوفها يقول دي بتحكي كذا، دي بتعبر عن حاجة جوايا بس مش عارف اقولها، فبتعبر قوي عن كلام جوانا ممكن ما نبقاش قادرين نقوله مثلا، فمهم جدا الواحد يرسم بورتريه، والاكتر ان هو الشخص بقى يبقى معبر شوية، شخص ممكن يفهمه ويعبر عنه. طب يعني اللوحة اللي قدامنا دي صورة لعين، أعتقد عاملة زي عين حورس، دي كنت قصدك بيها إيه؟ ده كان رسم على احجار. أيوه. مظبوط. هو انا حبيت اني ارسم رسومات فرعوني شوية، يعني مفتاح الحياة وعين حورس، بعتز قوي بالحاجات الفرعونية. طب بتزوري معابد، بتزوري أماكن أثرية بزور عشان تلاقي اماكن ده؟ اثرية، بحب الاماكن الاثرية جدا، بحس انه تراثنا وفعلا حضارتنا دي اللي ممكن نستمد منها افكار لسنين قدام، مع انها قديمة بس ممكن بخيالنا نسرح يعني نوصل لقدام حاجات كتير قوي. طيب لما بترسمي بقى بورتريه بتحاولي كل صورة ليها ترجمة، ازاي بتفسري نوع الترجمة اللي انت عايزة تعكسيها من خلال الصورة البورتريه، خاصة العين، لأن العين بتبقى معبرة جدا في رسم الوجوه يعني.
يعني مثلا لو انا هرسم الوان العين دي، فانا عايزه ارسم عين حزينه، فببقى بلعب شويه في الكونتراست او الاضاءات، ايوه بحيث ان انا ابين انه في دموع نازله، ممكن ما تبقاش نازله من مش العين صريحة يعني، بس دموع مش صريحة بس تبقى واضحه قوي انه خلاص ده في قمه الشعور، انه حزين. هينفجر ويعيط بقى. مثلا ممكن ابقى ارسم عين فرحانه، ابقى ارسمها مقفوله شويه وفي ضحكه فبتبين اكتر. ف يعني بالرسم شويه والممارسه الواحد بيعرف يعمل ده. طيب مشاركاتك ايه بقى في المعارض والايفنتات الكبيره؟ هل يعني خدتي هذه التجربه؟ خطها مرتين، مرة كانت في ملتقى الفنانين كان في جريدة الأهرام، وعملت اللوحة اللي قلت لحضرتك عليها اللي هي Loss of Passion، وتاني مشاركة ليا كانت في تبع الجمعية الإفريقية. طب خلينا في التجربه الاولى، استفدتي منها ايه؟ ومين الفنانين اللي كانوا موجودين معاكي؟ واستفدتي ايه من لوحاتهم؟ وانتقدتي نفسك ازاي؟ وقارنتي نفسك ازاي مع ناس اكبر منك او يعني اكثر خبره منك؟ انا معتزه قوي باللوحه دي لسبب، لانه كان اللي بيشوفها بيحس قوي انه لا معبره، خطوطها معبره قوي، فهي بالنسبه لي كانت يعني نقله في رسم خامه جديده زيت. وبعد كده الفنانين اللي حواليا فادوني ازاي احنا لما بنتفرج كتير بنفيجوالايز، يعني بنقعد عينينا تجمع خبرات كتير حتى لو مش بنشتغل. ف المعرض ده لحسن حظي كان فيه ناس حلوة قوي، وما كانش فيه رسومات بس، كان فيه تصوير فوتوغرافي، الله جميل ده. فساعدني جدا. وما كانش فيه تصوير فوتوغرافي بس، كان فيه خامات تانية ناس بتعرض يعني كان معانا، معرض منوع يعني. كان معرض منوع وكان جميل قوي. يعني أنا فاكرة محتفظة بكل الصور المعرض. الأعمال اللي كانت موجودة. المعرض التاني بقى كان ايه؟ كان عبارة عن ايه وفين وايه اللي استفدتيه منه؟ المعرض التاني كان في تبع يعني هو ملتقى أفريقيا أو تبع الجمعية الأفريقية في القاهرة. في القاهرة، وكان ساعتها السفير كرمنا، وكان يعني استفدت كتير قوي بقى، لأن أنا كنت أول مرة أدخل في الحضارة الأفريقية أو أشوف رسوماتهم قوي، كنت رسم حاجة بسيطة بس لما دخلت شفتهم كثقافة وكناس، المعرض كله تقريبا كان أفارقة، فكانت حاجة بالنسبة لي جديدة أوي اتعلمت منها. طيب ايه اهم احلامك اللي جايه؟ يعني انت لما بتبصي للماضي بتاعك ولوحاتك اللي انجزتيها وحاجات كتير انت عملتيها ولسه قدامك ان شاء الله مستقبل كبير، بتفكري ازاي في اللي جاي؟ أكيد بفكر أطور نفسي أكتر، لأنه الفن ده مش محدود خالص، احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم، طول ما احنا عايشين بنكتشف من الكنز اللي جوانا حاجات كتير، بنطلع فن كتير. فانا نفسي قوي ان انا اطور قوي من جزئية، وبعد كده يبقى ليا بقى الجاليري بتاعي وادخل كذا معرض اكيد. في فنانين بيتأثروا قوي بالفنون الغربية والأوروبية، وفي فنانين بيتمسكوا قوي بتراثنا وشرقيتنا، وفي ناس بتعمل ميكس ما بين الاتجاهين، الاثنين. انت من انهي نوع وليه؟ هو انا الحقيقه بتمسك بالفن التراثي شويه، انا مش ضد التفتح وبتفرج لا كتير لا، هي جدا. يعني مسألة مذهب يعني، وانا ليا قناعات ومش ورا القناعات بالظبط بتاعتي، انا حابب التراث بتاعي على فكره. يعني دايما العالميه بتنبع من التراث بتاعي دايما، بالظبط في كل الفنون على فكره، لما بيتعمل حتى فيلم درامي كبير بتلاقيه غالبا طالع من طينه المكان اللي انت طلعت منه، لان هو اقرب واكثر توضيحا واكثر عمقا في البيئه والمجتمع. وكذلك الفنون والرسوم، الحضاره المصريه عشت لحد النهارده ليه؟ لانها كانت مغرقه في المحليه بتاعتها. دي حقيقة، دي حقيقة. علشان كده زي ما حضرتك قلت، هو بتبقى نابعة من التراث بتاعي ويعني بمعتقداتي، طبعا. فأنا حابة أكتر. لأ تراثنا غني جدا جدا جدا، يعني تراثنا احنا لو قعدنا سنين يعني نمسك كل حتة فيه هنتعلم كتير قوي منه.
قلتي انك انت بتحبي قوي الرسوم الفرعونيه، هل نعم. جربتي بقى انك تروحي ترسمي لوحات فرعونيه على الواقع، تروحي معبد، تروحي مكان اثري ترسمي منه مباشره، ولا المساله بتبقى يعني كرياتيفيتي من عندك وبتحاولي تجودي؟ من الحاجات اللي ساعدتنا على الموضوع ده قوي ايام الجامعه، كنا يعني جروب كده من صحاب بنروح نرسم لايف سكتشات لاي يعني شكل فرعوني، فرسمت سكتشات. رحتوا فين بقى؟ يعني ايه الاماكن اللي زرتوها وايه السكتشات المميزة اللي انت عملتيها؟ يعني المتحف المصري انا فاكره كان فيه سكتش مهم جدا رسمته، وفاكره المتحف القبطي في حاجات جوه جميلة قوي. طبعا طبعا، منطقة مصر القديمة مليانة يعني منطقة مصر كنوز. القديمة كلها، حتى الكوبتيك ارت هناك او فن الايقونة قبطي. الايقونة القبطية هناك، لا مميزة مميزة غير دلوقتي الفن الايطالي والبيزنطي، فشكل حتى الايقونة هناك مميز. فمنطقة مصر القديمة دي فعلا اخذت مني جزء ولسه بكتشف فيها وبروح يعني. طب قولي لي بقى ايه احلى السكتشات اللي عملتيها هناك في المناطق الاثريه، سواء في مصر القديمه او المتحف؟ من أحلى الحاجات اللي عملتها كانت أيقونة قديمة، وحاولت إن أنا أرسم الأوت لاين بتاعها رصاص، وبعد كده فضلت فترة بتعلم فن قبطي وبدأت فعلا أرسم فيه شوية، وكان في رسمة حديثة لسه رسماها من أسبوعين. فلا يعني اتعلمت كتير قوي من الفن القبطي، بحس إنه يعني خطوطه بسيطة لكن هو بيحكي قصة، فعشان كده الأيقونة صعبة مش بيبقى أي حد عارف يرسمها. طيب، الحضارة المصرية مليئة بالفنون على مدى التاريخ من 3200 سنة قبل الميلاد لحد النهاردة. هل بتفكري انك انت تنوعي رسوماتك ما بين كل تراث الحضارة المصرية، الحضارة المصرية مر بيها، الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية والرومانية، وبعدين جت الحضارة القبطية، وبعدين الإسلامية، وبعدين العصر الحديث. بتحاولي تعملي فيجن ما بين كل الحضارات اللي مرت بيها مصر دي، وتعملي سكتشات تعبر عن كل تاريخ مصر ده؟ الحقيقة يعني بس الفترة دي أنا بتفرج أكتر، خصوصا موضوع الثقافات ده أو الحضارات على مر العصور بيبقى ممتع في جزئية بيخلق لنا يعني إيماجينيشن إن إحنا نرسم أفضل. فدراسة العصور دي أنا فعلا مركزة فيها، ممتعة وبتخلق تفكير جديد. ايه المكان اللي بره مصر يعني حابه انك تروحي وترسمي فيه؟ او الاماكن يعني؟ هو يعني إيطاليا كان من الأماكن اللي طبعا ام الفنون يعني. يعني كان عندي حلم انه وما زال ان انا فعلا ادرس حاجة هناك تبع الفنون، او حتى اشوف المتاحف بتاعتها هي جميلة ده هي جدا. شوارعها متاحف، هي يعني لما تروحي شوارعها المدن القديمه في ايطاليا شوارعها متاحف، شارع فيه تماثيل وفيه رسومات وفيه نقوش وفيه جداريات، فهم عندهم يعني الفن متقدم جدا. طبعا ايطاليا كدوله حضاره اولا، وفي نفس الوقت دوله من الدول اللي بتهتم بالفنون، خاصه الفنون التشكيليه بكل انواعها يعني. دي حقيقة. من عندنا في مصر شارع المعز طبعا شكله قريب شوية لإيطاليا، ده متحف مفتوح شارع المعز. فكنت دايما بروح هناك وبنرسم بقى في الشارع يعني. رسمتي حاجات إسلامية من شارع المعز؟ المآذن، شكل المآذن رسمت، والفوانيس والمشربيات والحاجات دي. الحقيقة ممتع جدا الشارع ده، والأسدلة بحس هناك، في نفسي كذا في سبيل إيطاليا. هناك كمان، في كذا سبيل في شارع المعز. بحس نفسي نقلت إيطاليا وأنا قاعدة هنا في مصر، صحيح، فممتع جدا لو كمان بعد التطويرات اللي عملوها في الشارع بقى له طعم مختلف خالص بقى حاجة يعني. تانية. دي والله حاجة نفسنا نبقى شوارع مصر كلها كده. نفسنا التراث القديم لما حضرتك بتشوفه تحس إنه رجعت بالزمن لورا وشفت كأنه أجدادك هنا يعني. إحنا لما بنيجي نرسم كنا في الشارع ده ونقعد، ما كناش بنرسم على طول أو بنرسم شكل العمارة أو المشربية أو أي حاجة من الحاجات دي، كنا بنقعد نتخيل ونخلق حوار بقى ما بيننا الأول. طب هما كانوا بيمشوا إزاي هنا؟ طب هما كانوا بيبنوا بقى الحاجات دي إزاي؟ طب هما شكل الطوب كان عامل ده إزاي زمان وبعد كده بعد عوامل الجو؟ التعرية. طب وشكل الناس ماشية إزاي في الشارع؟
فبنقعد نخلق حديث كده مع بعض اه كجروب يعني من الصحاب طب ده في الاخر بيرسموا. بيوديني لفين يعني بعد ما فتحت النقاش او الديسكشن اللي بينك وبين زمايلك على منطقه معينه زي شارع المعز مثلا بيوديكي فين بعد كده يعني بيخليكي ترسمي ايه او تفني ازاي؟ صدقني هقول لحضرتك، احنا بعد النقاش ده كل واحد فينا بيرسم لوحة مختلفة، يعني لنفس الحاجه؟ نفس الحاجة ممكن نفس المشربية، اه بس كل واحد بياخدها من مثلا منظوره. خمسة بيرسمها من منظور مختلف، وممكن حد يرسم شخص واقف فيها، واحدة بيشمك يشمك، اه يعني كلنا بنرسم حاجات مختلفة، فبحس ان تراثنا غني قوي. لو الفرصة اتيحت قدامك النهاردة مثلا انك تختاري مكان في مصر تروحي النهاردة ترسميه، ايه المكان اللي انت متشوقة ليه في مصر غير الاماكن اللي انت روحتيها؟ يعني ايه المكان اللي انت متشوقة انك تروحي ترسمي فيه وعايزة ازاي تعملي ابداعات فيه؟ هو أنا الحقيقة بشوف مصر القديمة عموما، خصوصا منطقة السبع، منطقة الكنائس، بشوف إن هي، اللي هي مصر القديمة يعني؟ بشوف إن المكان ده أنا روحته كتير جدا، بس كل مرة بروح بتكتشف كأنها أول مرة، بكتشف فعلا حاجات جديدة الله وبتخيل حاجات جديدة، وبتجيني أفكار كتير قوي للرسومات هناك، فهو ده المكان اللي عمري ما هزهق ان انا اروحه او ان انا ارسم فيه. طب ايه الاماكن اللي ما رحتهاش في مصر يعني هو ده سؤالي ما اماكن ما رحتهاش في مصر وعايز النهارده تروحي يعني مثلا رحتي مثلا الصحراء الغربيه او الصحراء الشرقيه برضو فيهم ابداعات كتيره جدا وفيهم تراث وفيهم كمان حاجات اثريه الصعيد مثلا بمعابد الصعيد الاقصر واسوان وسوهاج كلهم مليانين يعني تحف فنيه من الموروث المصري القديم ايه دي الاماكن حقيقة. اللي ما رحتهاش منهم وعايزه تروحي أنا الحقيقة ما روحتش الأقصر وأسوان، بس فعلا دي من الأماكن نفسي قوي أسافرها، يعني بحس برضو قريبة شوية لشكل المتاحف هنا، في حتة إنه نبقى فري في الرسم والكلام ده كله، بتبقى ممتعة جدا. هو ده المكان اللي نفسي أروحه الحقيقة فعلا. ازاي بتستعدي لرسم اللوحة يعني بفكر ازاي بجهز ازاي ببتدي اشتغل ازاي بفكر ازاي او يعني ازاي بتجيب الفكرة الاول احنا بنشوف ايه الاحساس اللي جوانا عايزين نعبر عنه، مثلا احساس توهان شوية مثلا، فانا بقعد افكر هرسم ايه، احساس حزن، احساس فرح، فالاول اللوحة دي بتبقى عبارة عن حالة الفنان بيعيشها او الشخص اللي بيرسم بيعيشها، بتبقى حالة معبرة عنه اكتر، سواء انا فرحانة او زعلانة ببقى اللي بيرسم المشاعر اللي جوايا اكتر. دي عملت حاجة جداريات عملت جداريات، فين وكانت بتعبر عن ايه؟ عملت احنا انا كنت يعني مؤسسة لتيم تطوعي، كنا بنرسم في المدارس اللي هي مش بتبقى قادرة ان هي تدفع تكلفة تطوير المدرسة. الله حبيت الكلام ده وانا في كليتي وانا بدرس، حبيت ان انا اقدم حاجة تبقى مميزة، فنزلنا كذا مدرسة ورسمنا فيها كذا جدارية وطورنا فعلا، كان شكل المدرسة بنصوره قبل وبعد كان بيبقى مختلف تماما، وكانوا بيشجعونا على ده، مش بتبقى حاجة صعبة قوي يعني، المدارس كانت بتتفاعل معاكم؟ كانت بتتفاعل معانا، والاكتر من كده الطلبة، اه يعني مثلا لو طلبة ثانوي كبار شوية أو إعدادي، كنا مثلا بيجوا يساعدونا، أنتوا بترسموا حلو أوي إحنا ممكن نساعدكم، فكنا بنعلمهم حتة بسيطة يرسموها معانا، فكان جو حلو أوي. ايه المناطق اللي رحتوها يعني في تطوير المدارس بالتحديد يعني؟ حي شبرا، شبرا في مدارس كتير أوي هناك كانت محتاجة إن هي تتطور، ف يعني رسمنا كذا مدرسة، كانت حاجة حلوة قوي، كانت تجربة مختلفة، حتى التيم اللي كان موجود كان روحه حلوة، ظاهرة في كل الرسومات. في حاجة تانية غير المدارس اتطوعتوا فيها؟ أنا عجباني أوي فكرة التطوع بشكل عام يعني. فكرة التطوع حلوة قوي، لأنه سواء في تعليم أطفال أو سواء في رسم جداريات، احنا بنستخدم الموهبة اللي عندنا بنشارك بيها في المجتمع،
بنحاول ننقل الإبداع ده والمنتاليتي دي في التفكير للناس في الشارع. ف يعني دي الجداريات اللي رسمناها، بس اتجهت بقى كملت دراسة أكتر. تمام. يعني انا بشكرك وبسطت جدا ان انت كنت موجوده معانا النهارده، وانت بتمثلي نموذج رائع لشباب الفنانين التشكيليين اللي مش بس بيدوروا على رغباتهم ونياتهم ان هم يبقوا فنانين ومشهورين بيرسموا لوحات ويبيعوها باسعار غاليه، لا كمان انت عندك نوع جميل من التطوع لتعليم الناس اولا ولمساعده الاخر في تجميل المكان، ودي صورة نتمنى نشوف مصر كلها عليها، لأن لو كل الناس ميرسي كل أوي، واحد عنده موهبة بيعكسها على المجتمع بتاعه هتبقى هنبقى حاجة جميلة، أفضل وبلدنا هتبقى يعني من أجمل البلاد. البلاد. أنا بشكرك ميرسي جدا أوي ضيفتنا لحضرتك، أنا العزيزة سعدت الفنانة التشكيلية بوجودي الشابة معاكم. مادونا كميل غالي، كل الشكر والتقدير ليكي، ميرسي وبنتمنى لك إن شاء الله مستقبل أفضل ميرسي أوي، وأجمل. شكرا ليكم، أنا سعدت بوجودي معاكم. ربنا يخليكي. نهاية أعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، أشكر ضيفتنا العزيزة، أشكر زملائي فريق العمل في استوديو 32. إن شاء الله غدا فريق عمل جديد وبرنامج بالريشة والعلم.